مساء الخير دكتور مجدي. مساء النور. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ دكتور مجدي عمر، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالتأمين الصحي بالمنوفية، واستشاري الأنف والأذن لجراحات الأنف والأذن والرأس والرقبة بالمنوفية. اوكي دكتور، حضرتك حابب تكلمنا عن الحملة؟ وبرضه يعني انا رئيس لجنه وحمله انا لسه عاملها بقالي حوالي سنه وثلاث شهور. الحمله دي بدات تفعل، اللي هي اسمها حمله ضد البلاد. دكتور، ايه راي حضرتك في راينو ايجيبت السنه؟ طبعا راينو ايجيبت ده المؤتمر بتاعنا، استاذنا الدكتور رضا بيه كامل، ده المؤتمر ال 24، يعني معنى كده تاريخ كبير قوي. انا بعتبر راينو ايجيبت ده جزء زي الاهرامات بالظبط، احنا كلنا ايد واحده مع الدكتور رضا. هو علمنا كده، علمنا ان الاتحاد قوه وان واحد لوحده ما يقدرش يعمل حاجه. راينو ايجيبت بيتميز ليس بالعلم فقط، احنا بنيجي راينو ايجيبت بنتعلم منه ان احنا ازاي نحب بعض، ازاي نكون ايد واحده، وازاي ان كلنا بنخاف على بعض، وازاي ان عمل التيم والفريق بيؤدي الى ايه في النهايه. حضرتك شايفه من اول دقيقه في المؤتمر، المؤتمر بدا الساعه 8:30، القاعه ما كانش فيها كرسي خالص. حضرتك انا علشان اوصل هنا انا صاحي من الفجر، حريص ان انا اكون اول واحد احضر. كل الشباب اللي موجود، كل الكبار في السن اللي موجود، ده حرص شديد على راينو ايجيبت. راينو ايجيبت احنا بنيجي عشان نتعلم. دلوقتي الساعه تقريبا داخلين على المغرب، الناس كلها قاعده، القاعه كلها مليانه، الناس حريصه انها تقعد تتعلم. كل كلمه ليها معنى، كل كلمه بتضيف لينا، وكل كلمه علم جديد بنتعلمه. احنا بنتعلم من راينو ايجيبت ليس العلم فقط، انما زي ما بقول تاني وثالث ورابع، عمل التيم وعمل الفريق. وده اللي استاذنا الدكتور رضا بيه وصل ونجح فيه، ان هو حطنا على هذه الارض. تمام. ودكتور، ايه الجديد في الراينولوجي في 2018؟ راينو ايجيبت معودنا ان كل سنه لازم يبقى فيه حديث. احنا كان راينو ايجيبت يمكن الدكتور رضا بيس في التوب بتاعه بيحكي الهيستوري بتاعه الراينولوجي كعلم، بيقول ان احنا كنا في سنه السبعينيات، كان حاجه يعني ما كناش نتخيل في يوم من الايام ان احنا هنقدر نوصل لقاع الجمجمه عن طريق المناخير. كان لازم بتوع المخ والاعصاب يفتحوا الراس من بره، ولازم يخشوا ويعملوا عمليات، خاصه عمليات الاورام. دلوقتي لا، احنا السنه دي وصلنا ان نوصل لقاع الجمجمه عن طريق المنظار الجيوب الانفيه والانف، ونخش قاع الجمجمه ونشيل الورم من المناخير بدون اي فتح خارجي. ده طبعا تطور غير عادي، ولسه يعني انا يعني اي ثينك ذات ان في جديد اكتر من كده. وده طبعا بيخبطنا عليه زملائنا بتوع المخ والاعصاب، لدرجه انهم بقوا يجوا يتعلموا مننا ازاي يخشوا عن طريق المخ عن طريق المناخير. فدي طبعا احنا كنا بنستعين بيهم، بقوا هم اللي ايه يستعينوا بينا. طبعا دي طفره جامده جدا، والحمد لله ورش العمل اللي هي معموله، وده جديد السنه دي على فكره، يمكن اول سنه او يمكن تاني سنه، السنه اللي فاتت ما كانتش موسعه قوي. السنه دي في راينو ايجيبت بدانا نشتغل على كاتيجرز تشريحيه حيه، كانك بالظبط بتعملي عمليه وانت في المؤتمر. وعلى جانب المؤتمر يسبقه وبعده فيه ورك شوب بتستغرق اليوم الواحد حوالي 9 ساعات يوميا، 3 ايام قبل المؤتمر، تقريبا في 6 ايام بعد المؤتمر، وبتعمل فيه مع التنسيق مع الاكاديميه العسكريه على جثث حي، يعني تقريبا شبه حيه، يعني فريزيان جثث بتبقى جايه لسه فريش كاتيبرز.
طبعا هي بتضيف جامد جدا 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 لاي طبيب ان هو بيتعلم، بتتاح له الفرصه ان هو يمسك المنظار ويشتغل بايده كانه بالظبط على عيان. فدي من ضمن الحاجات الابديتنج في المؤتمرات ما كانتش بتتعمل قبل كده. وعلشان التكلفه بتاعتها طبعا جامده، بدا الدكتور رضا يعمل ايه؟ لا ده احنا جبناها هنا جوه المؤتمر كمان. يمكن انت حبيت ملاحظه، بدايه المؤتمر ساعه كامله كانه ورك شوب بالظبط، دفع فيه مبالغ جامده بالدولارز هنا فري. اخر المؤتمر ساعه كامله، هيبقى مش اخر المؤتمر يعني اخر اليوم في المؤتمر، هما 3 ايام، كل يوم بدايه ونهايه ساعه وساعه، يعني 6 ساعات تشريحيه على يعني كانك بالظبط جوه اوضه العمليات وشغال. طبعا دي حاجه ابديتنج جديده جدا. انا حضرتك يمكن من ضمن الناس اللي بنظم مؤتمر سنوي، حضرتك انا رئيس المؤتمر بتاع المنتدى الطبي لاطباء الانف والاذن بوسط الدلتا، اللي علمنا ان احنا نعمل مؤتمرات الدكتور. ويا ريت ان احنا نبدا يعني كل حاجه جديده بتتعمل في اي مؤتمر كبير زي رينو ايجيبت، بنحاول ان احنا برضو نطبقها عندنا في المؤتمرات اللي هي يعني الاقليميه والمؤتمرات اللي هي الميزه كمان السنه دي بقى في المؤتمر، ويمكن اعتقد ان محدش لفت نظركم لحاجه زي دي، ان هو عمل اندماج مع البان ارا التاسع. يعني السنه اللي فاتت كان في البحرين، السنه دي في القاهره مع ايه؟ مع الرينج. دي طبعا اضافت له انا في نظري ان هي اضافت للبان ارب قوه، مش العكس، مش البان ارب اللي اضاف للرينو ايجيبت قوه، لا هو الرينو ايجيبت اللي اضاف للبان ارب قوه. ويا رب ديمها نعمه واحفظنا من الزوال. شكرا جدا لحضرتك.